أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الزمان تعرض حقوق الإنسان تعرض أكثر من 7660 مواطنا للإخفاء القسري منذ 2017. في المدى الكتل تتفق مع عبد المهدي على استبدال 4 وزراء في طاقمه الحكومي. في صحيفة البصائر صحة البصرة ترفض الإفصاح عن عدد المصابين بمرض السرطان. في الهيئة نت هيئة علماء المسلمين تؤكد على رفض الزيارات التطبيعية مع الكيان الصهيوني. في القدس العربية القيادة الفلسطينية تبحث اليوم تجميد الاتفاقيات مع إسرائيل. في العربي الجديد السودان الاتحاد الإفريقي يعلن استئناف مفاوضات العسكري والمعارضة السبت المقبل. والختام مع إندبندت عربية جونسون يعيد بالخروج من الاتحاد الأوروبي مهما كلف الأمر. من العناوين إلى المقالات، والبداية مع هذا المقال وفي مستهله يقول كاتبه: هناك خلط في بعض التعابير وسوء استخدام لها أحيانا، فمعظم العراقيين يرفضون تكرار أساليب قهرية وانتهاكات جرت في عهد النظام السابق لتكون مستنسخة في بعض وجوهها أحيانا اليوم. فتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إنه حين يجد العراقي ممارسات خاطئة لا تزال منذ 40 سنة فإنه يبحث عن مقارنات لم يكن ليلجأ إليها لولا أن وجد الممارسات السيئة متكاثرة بسرعة عجيبة. الكاتب يقول إنه في الوقت الذي يستخرج فيه فريق بحثي جثث مئات من المواطنين العراقيين المدنيين الكرد من مقبرة جماعية من جرائم مسؤولين في الحكم السابق في صحراء السماوة جنوبي العراق، يشف مسؤول في مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن أعداد آلاف المخفيين قسرا في البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدا بعد المباشرة بتحرير أراضي العراق من تنظيم داعش. ويتساءل الكاتب: لماذا الإخفاء قسرا ما دامت هناك محاكم وسلطات أمنية وتحقيقية وهيئات رئاسية ودستور ينص على العدالة وسيادة القانون في كل شيء؟ ويرى الكاتب أن الهجرة الاضطرارية خارج العراق بسبب ظروف غير ملائمة لأمن المواطن أو عيشه هي عمليات اختفاء قسري طوعياً. ويضيف الكاتب أن إعادة استنساخ صفحات من الماضي بعد 16 سنة هو تراجع ونكوص وانحدار، وهي مقدمات لانهيارات مجتمعية وسياسية وأمنية أيضا. الكاتب يرى أنه من المعيب أن تصدر من واشنطن قوائم لمعاقبة أسماء في العراق بتهم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، في حين أنه لا توجد جهة عراقية دستورية قامت بالمحاسبة الشديدة على نحو غير سياسي. أليس هذا بابا غير مباشر ينتقص من السيادة العراقية ويكرس التدخل في الشؤون الداخلية، أم إنها لم تعد داخلية؟ قالت صحيفة المدى إنه على الرغم من مرور عامين على إعلان الحكومة في بغداد النصر على تنظيم الدولة، قالت إنه ما تزال أغلب مناطق محافظة نينوى والمدن الأخرى في البلاد غير معمرة والأهالي يسكنون في مخيمات النازحين. وتشير الصحيفة في تقرير لها إلى أن منظمات إغاثية حذرت من أن الافتقار لجهود المصالحة وإعمار المدن وإعادة النازحين إلى مناطقهم سيفاقم التوترات الطائفية في العراق. إن الملايين من العراقيين ما يزالون يعتمدون على المساعدات بحسب تقرير منظمة آيرن الخيرية الدولية، وحتى اليوم ما تزال أجزاء كبيرة من مدينة الموصل تحت الأنقاض، وأن هناك الآلاف من الأشخاص من أهالي المدينة غير متمكنين من العودة لبيوتهم.
محافظ الموصل السابق مطارد ومتهم باختلاس 64 مليون دولار من الأموال العام، بضمنها 40 مليون دولار مخصصة لإعادة الإعمار. ولكن الموصل ثاني أكبر مدن العراق، هي ليست الجزء الوحيد من البلاد الذي يصارع ويكابد من أجل الرجوع لوضعه الطبيعي. حركة رجوع النازحين عبر البلاد تراجعت، ما يقارب من 1,600,000 شخص ما يزالون مهجرين، وهناك عقبات مثل عدم توفر فرص عمل أو بيوتهم مهدمة ومحطمة أو الافتقار إلى الأمان، جميعها عوامل تفيد بأنه ليست هناك إمكانية للعودة في أي وقت قريب. الخطوات البطيئة في عملية إعادة الإعمار هذه، مضافاً لها الافتقار إلى جهود مصالحة على المستوى الوطني، من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية المزمنة وزيادة استياء المواطن من الحكومة. الصحيفة تنقل عن رئيس بعثة العراق لمنظمة أطباء بلا حدود كاريل هندريكس قوله إن هناك احتياجات يومية لا تتم تلبيتها بسبب الدمار الحاد الذي لحق بالنظام الصحي، الأمر الذي أثر كثيراً على الطاقة الاستيعابية للتماشي مع احتياجات المواطنين من الذين عادوا لبيوتهم أو الذين ما يزالون في المخيمات. استغل النظام الإيراني فرصة احتلال العراق من الولايات المتحدة، واستطاع خداع أكبر قوة بالعالم، وانتزع العراق من أيديها لصالحه أو انتزع العراق من أيديها لصالحه. نظير الكندوري يرى في موقع نون بوست أن النظام الإيراني انتقل مباشرة إلى المرحلة الثانية من الاستعمار الحديث الذي يتعلق باستغلال البلد المحتل بشكل مباشر من خلال تسخير كل موارده لصالحه وبحماية من عملاء له ينتمون زورا للشعب العراقي. في تقرير لقناة الحرة الأمريكية سلطت فيه الضوء على عمليات النهب الممنهج لثروات العراق بشكل أقرب ما يكون للنهب العلني، وأخذ التقرير مثالاً بسيطاً على ذلك، وهو اختلال الميزان التجاري بين البلدين بموضوع المحاصيل الغذائية، وبالأخص محصول الطماطم والبطيخ الأخضر الرقي، حيث ذكر التقرير أن استيراد العراق من مادة الطماطم الإيرانية الذي كان بقيمة تقارب المليون دولار عام 2016 قفز إلى 1,655,000,000 دولار. والمضحك بالأمر أن التقرير ذكر أن قيمة هذا الاستيراد تعادل ما استوردته دول مثل كندا والولايات المتحدة وإسبانيا مجتمعة من ذات المحصول وفي نفس العام. إن حجم التبادل الاقتصادي بين إيران والعراق بلغ أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الماضي 2018، وقراءة بسيطة لتلك الأرقام تدل على مقدار ما يتم نهبه من العملة الصعبة من العراق لصالح إيران، كما دل على قيمة وحجم غسيل الأموال التي تقوم به إيران لتمويل عملياتها المشبوهة في دول عديدة منها العراق. ويدل أيضاً على أن النظام الإيراني اتخذ قراراً بتحويل العراق إلى نافذة اقتصادية له يستطيع من خلالها التغلب على أزماته الاقتصادية. الكاتب يرى أن النظام الإيراني لم يكتفي بذلك، فبعد أن استولى على ثروات العراق بشكل شبه كلي عمد إلى استخدام أساليب الاستعمار القديم من خلال تجنيد أبناء الشعب العراقي في صفوف الميليشيات ليخوض بهم حروبه داخل العراق وسوريا، وليس مستبعدا أن يزج بهم في حروب مستقبلية له مع دول الخليج. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بصراحة ووضوح إن على بريطانيا تأمين حماية سفنها بنفسها في الخليج العربي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الحرب مع إيران. وسبق أن صرح جواد ظريف بأن بلاده لا تريد التصعيد أصلا في هذا الملف. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن ما يجري من مناكفات وشجارات بين الطرفين ليس سوى وجه من وجوه المناورة التي تستلزمها المرحلة الحالية.
على هامش هذه التحركات سارع رئيس حكومة بغداد مهرولا صوب طهران ليكون أول تصريح يدلي به هناك هو أن العراق وبمعنى أدق حكومته لن يكون جزءا من أي عقوبات تفرض على إيران ليعيد مساق الحديث إلى مربع سبق الانتهاء منه وإغلاق ملفات أحداثه عمليا. لكن في العودة إليه دلالة أخرى على أن بغداد التي باتت ساعي البريد الأمثل في هذه القضية تحظى بتعزيز ثقة طهران بها بعدما تيقنت من أن موقفها إزاء العقوبات لن يجلب لها سخط واشنطن، لا سيما وأن كلا الطرفين يريد للعملية السياسية البقاء على قيد الحياة. كونها أرضية مشتركة للجانبين يحصدان منها مكاسب شتى. الأمر لا يقف عند هذا الحد في محاولة توصيف الحرب الموهومة على إيران على أنها مجرد فوضى كلامية لا تقدم في الميدان شيئا سوى فتح أبواب للتوقعات والآمال المؤطرة في غالبها عاطفية. فهذه مجلة ناشونال انترست الأمريكية تقول بصريح العبارة إن أي حرب أمريكية على إيران ستصب في مصلحة طهران على حساب العالم العربي السني الضعيف. ويختتم الكاتب بالقول إن على الأنظمة العربية وشعوب المنطقة أن يضعوا في حساباتهم أن بقاء إيران على ما هي عليه رغم كل خطورتها وتهديدها المباشر على أمن الإقليم ومستقبله الأيديولوجي وتوسعها على حساب الهوية والدين والثقافات، يرى أنه أمر واقع وحاصل برغبة القوى الكبرى وعلى الجميع أن يرضى به. تزامنت أكبر جريمة تطهير عرقي يقترفها العدو الصهيوني بعد عدوان 5 حزيران 1967 تزامنت مع زيارة وفد صحفي للكيان الصهيوني الغاصب وللقدس المحتلة، ما يعني أن التطبيع يشكل حافزاً ودافعاً للعدو لمواصلة عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني. رشيد حسن يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن قيام الكيان الصهيوني بتفجير 18 بناية في وادي الحمص بصور باهر رأى أنه مؤشر إلى جملة من الحقائق والمعطيات نتابعها في المزيد. أولاً، إن العدو الصهيوني معني بتفريغ القدس ومحيطها من السكان العرب الفلسطينيين، ومعني أيضاً بفصل المدينة المقدسة عن محيطها العربي، ومعني بإجبار الفلسطينيين على الرحيل من هذه المنطقة التي يعتبرها الحديقة الخلفية للقدس عاصمته الأبدية على حد ادعائه. ثانياً، إن تفجير 18 بناية في هذه المنطقة التابعة إدارياً لاتفاقية أوسلو يعني أيضاً أن العدو لم يعد يعترف بالاتفاقية التي ألغيت قبل قرابة 15 عاماً منذ أن قامت دبابات المجرم شارون باجتياح مناطق السلطة وحصار الرئيس عرفات وتدمير المقاطعة. ثالثاً، هي رسالة لمن يغلقون عيونهم ويسدون آذانهم ويرفضون أن يتصدوا للحقائق بشجاعة بأن اندفاعة العدو وإصراره على الاستمرار في ممارسة جرائم التطهير العرقي هو نتيجة استمرار التطبيع العربي الرسمي الذي فاجأ العدو نفسه، وهو استثمار لنتائج ورشة كوشنر التي عقدت مؤخراً في البحرين. رابعاً، هذه الجريمة البشعة هي تأكيد لمن نسي أو تناسى بأن هذا الكيان الفاشي الذي أنشئ على أشلاء الشعب الفلسطيني مستمر في حروب الإبادة ولن يتراجع عنها حتى يحقق أهدافه العنصرية الفاشية. الكاتب رشيد حسين يدعو القيادة الفلسطينية إلى أن تخرج من اتفاقية أوسلو وتعلن إلغاء هذه الاتفاقية الكارثة التي اغتالتها دبابات شارون عام 2002، وها هي جرافات الإرهابي نتنياهو تدفنها تحت ركام بنايات وادي الحمص، وإن تمزق أوراق الاعتراف بدولة العدو، وأن تدعو الفلسطينيين إلى النفير إلى القدس، وتدعوهم أيضا إلى تفجير حالة نضالية جديدة
من أجل لجم العدوان الصهيوني والتطبيع وإنهاء حالة الانقسام. تمكن السياسي الإشكالي والصحفي بوريس جونسون من الحصول على زعامة حزب المحافظين البريطاني، وتولى منصب رئيس الوزراء خلفا للزعيمة المستقيلة تيريزا ماي. صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن أول العقبات التي على بوريس جونسون اجتيازها هي توحيد صفوف نواب حزبه وراءه، ومن ثم حل أزمة اتفاق بريكست. إذا افترضنا أن جونسون سيستطيع تحقيق وحدة الحزب تحت قيادته، وهو أمر يشك فيه طبعاً، فكيف سيستطيع وخلال 18 يوماً حين يعود البرلمان للانعقاد تقديم خطة جديدة ناجعة للخروج من الاتحاد الأوروبي يوافق عليها البرلمان، وخصوصاً مع التوقعات الاقتصادية المخيفة في حال حدوث خروج من الاتحاد من دون اتفاق؟ الخلطة العجيبة التي يريد جونسون استخدامها لحل المشاكل المستعصية وخصوصاً قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي غير ممكنة التطبيق، فحتى لو أنه نجح مع انتهاء المهلة التي أعطاها الاتحاد الأوروبي لبريطانيا في 31 من أكتوبر تشرين الأول من هذا العام في إخراج بلاده بإلغاء تعهدات بريطانيا للاتحاد، فإن بريكسيت المزعومة لن يتحقق ما لم يتم الاتفاق على علاقة بين الطرفين، وهو يعني في النهاية الاتفاق على شيء معين. بوريس جونسون حصل على مؤيد خطير على الأقل بالكلام، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال أن شعبية جونسون بين مواطنيه سببها أنه ترامب البريطاني بالنسبة إليهم، وهو أمر فيه بعض المصداقية، فالرجلان تجمعهما الكثير من التشابهات. الصحيفة تختتم افتتاحيتها بالقول إن ما يبقى من ترامب البريطاني هو الواقع الحقيقي الذي لا يمكن تغييره في موضوع الخروج من أوروبا، وكذلك التداعيات الخطيرة لمحاولة الانسحاب من دون اتفاق، والخلاصة أن التاج أكبر بكثير من رأس المهرج. طورت شركة أمريكية نوعاً جديداً من الزجاج يضبط ليغير من قوة الوهج المتدفق إلى داخل الغرف من خلال تزويد كل قطعة منه بعنوان IP خاص بها، يمكن التحكم فيه من خلال تطبيق في الهاتف الذكي. وبحسب موقع الخليج أونلاين، فإنه في حالة حدوث اقتحام للمبنى عن طريق تحطيم جزء من النافذة، فبإمكان تقنية الحماية الذكية الخاصة بالنوافذ الجديدة تنبيه نظام الأمن بالمبنى وحتى الاتصال بالشرطة. وبيّنت الشركة أن المنتج الجديد يكلف أصحاب المباني 5 أضعاف تكلفة الزجاج التقليدي، وتكلفة نظام التثبيت والتشغيل نحو 50%، لكن هذا الزجاج سيزيد من المساحة القابلة للاستخدام، ويقلل من تكاليف الطاقة، ويزيل الحاجة إلى الستائر بالكامل. وتقول الشركة إنها تعمل على تطوير مزيد من التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي وعرض الفيديو على الزجاج وصياغة النوافذ بألوان مختلفة. ومن الخبر المنوع السابق إلى التالي، وفيه أصبح السيلفي منذ سنوات موضة سائدة، لكن لكل موضة جوانب مظلمة، إذ كشفت الإحصائيات أن عدد ضحايا السيلفي خلال السنوات الأخيرة فاق عدد ضحايا هجمات أسماك القرش. وقالت صحيفة البيان الإماراتية إن 259 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم على مستوى العالم في الفترة بين تشرين الأول 2011 وتشرين الثاني 2017 أثناء التقاط صور سيلفي، في حين بلغ ضحايا هجمات أسماك القرش خلال الفترة نفسها نحو 50 شخصاً. واحتلت الهند المركز الأول في قائمة ضحايا السيلفي، إذ لقي فيها 159 شخصاً حتفهم أثناء محاولة التقاط صورة سيلفي مميزة، ويمثل هذا العدد نصف ضحايا السيلفي على مستوى العالم تقريباً، وبفارق كبير
تأتي روسيا في المركز الثاني على قائمة ضحايا السلفي بستة عشر قتيلاً لقوا حتفهم سقوطاً من كباري أو أدوار مرتفعة بعد اختلال توازنهم أثناء محاولة التقاط السلفي. الآن ننتقل وإياكم إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام، دمتم بخير وإلى اللقاء.